فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب. فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم. فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة، فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضاً حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم، وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده، والتسبيح لله دائما.